مراسلنا كريم ركب رافق رئيس الوزراء في جولته بدمياط، وأجرى اللقاء التالي مع وزير الري الدكتور حسام مغازي على هامش الزيارة. من جديد يعود خط النقل النهري للتشغيل مرة أخرى ويدشن إعادة التشغيل رئيس الوزراء ويرافقه عدد من الوزراء كان على رأسهم وزير الري والموارد المائية الدكتور حسام المغازي، والذي سنتعرف منه عن مزيد من التفاصيل حول هذا الخط النهري ودور وزارة الري في هذا الأمر. أهلا بكم معالي الوزير. أهلا بحضراتكم. أهلا بكم. يعني بالنسبة لخط النقل النهري، يعني نريد أن نتعرف على مزيد من التفاصيل حول هذا الخط وماذا سيضيف لمنظومة يعني النقل ده. طبعا الجزء اللي احنا فيه دلوقتي في المنطقة من دمياط حتى القاهرة، في أيام السدة الشتوية عارفين كلها أن المية بتنقص في نهر النيل علشان ما بيبقاش فيه مزارعين، فاحنا بنوطي المية، فكان دائما المية ما بتكون ضعيفة، بتبقى المراكب محتاجة عمق مية 1.80 متر. حاليا طبعا عشان السده الشتويه فدي بتمنع حركه المراكب في الشهر بتاع السده الشتويه. فكان تعاون وزاره الري حقيقه مع وزاره النقل ان احنا بندفع بكميه ميه في المنطقه ما بين قناطر زفته وقناطر فارسكور في الوقت اللي اما القافله تكون جايه، بندفع كميه ميه بطريقه مناسبه تصبح الميه في الكافيه لمرور المراكب. التعاون ده حقيقه يمكن لاول مره بيتم ان احنا بنمشي الخط في فتره السده الشتويه، واصبح مصدر جذب للنقل النهري، بيبقى ساعتها كل المراكب واقفه في هذا الوقت. فان شاء الله عند مرور القافله نتخيل كل صندل من اللي احنا كنا شفناهم النهارده بقيمه من 6 إلى 8 مقطورات او شاحنات، قد ايه كل ده بيخفف العبء على الطرق البريه، قد ايه بيخفف الحوادث لا قدر الله بتحصل نتيجه الازدحام. النقل النهري معروف دائما من امن الطرق النقل في العالم، النقل النهري. فحقيقه المنظومه التكامل بين الوزارتين اسفرت عن ان احنا الحمد لله دشنا الخط اللي هو من دمياط حتى القاهره بامان، وبدات رحله النهارده هذه الشاحنات كبداية، وهيتبعها إن شاء الله التنسيق بين الوزارتين. شكرا جزيلا معالي الوزير الري والموارد المائية الدكتور حسام المغازي. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا مع السلامة. إذا يعني تطمح الحكومة المصرية من خلال خط النقل النهري بأن تعيد إلى الملاحة النهرية دورها مرة أخرى في يعني إنعاش الاقتصاد المصري، والذي يعتمد بالضرورة على مثل هذا النوع من النقل، والذي يوفر يعني مليارات الجنيهات في هذا الأمر. عودة إليكم مرة أخرى في الاستوديو. يساهم خط نقل البضائع من ميناء دمياط عبر نهر النيل في تنشيط حركة نقل البضائع عبر النيل وكذا السكك الحديدية، وهو ما يساعد في تخفيف الضغط على شبكة الطرق التي تحتاج إلى ما يقرب من 6 مليارات جنيه سنويا أعمال صيانة نتيجة الحمولة الزائدة للسيارات على الطرق السريعة.